السلام عليكم. وعليكم السلام. أسيل عادي أخذ من وقتك شوي بس؟ أنا استأذن. ليش؟ قاعدة؟ تعرفين لازم أطلع الحين. أوكي. يلا باي. باي. خير؟ أنا أدري إن أنت متضايقة من موضوع الرسالة اللي كتبتها. يعلم الله أنا ما كنت أقصد أضايقك فيها، بس كنت أبي أبين جزء من مشاعري، ومع هذا أنا آسف وحقك علي. وأنا قبلت اعتذارك. وأصلاً نسيت الموضوع. عموماً أنا جايك عشان شيء أهم من هذا كله. وشنو هالشيء؟ عادي أسألك سؤال وتجاوبين عليه بصراحة، وأتمنى ما تكونين حساسة علشان ما تزعلين مرة ثانية. يعتمد على السؤال. الموضوع وايد يهمني. أنا صار لي أكثر من يوم مو قادر أنام وأسبب إني أفكر بالموضوع. أسيل، في شيء بينك وبين رائد؟ إيش قصدك؟ أقصد يعني كلمك في شيء خاص؟ صقمت. إيش تقصد؟ وضح كلامك. قال لك يحبك؟ أول شيء أنا ما أسمح لك تسألني هالسؤال، وثاني شيء لا هو ولا غيره يتجرؤون يكلموني بهالموضوع، ويعتبر الكلام اللي بيني وبينك انتهى.